موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج عصريات، معي أنا أخوكم وليد الخضير. برنامج عصريات اللي يأتيكم يوميا من السبت وحتى الأربعاء على مدار 3 ساعات، من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا. وزي ما تعودنا وكالعادة، هي الساعة الأولى هي الساعة الخاصة، الساعة الأولى فقط هي الساعة الخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. فقط اللي حاب يتواصل معنا في الساعة هذه، كل اللي عليك فقط أنك تكتب اسمك والوصفة اللي تبيها على الأرقام اللي راح نقولها الحين. STC 847700 STC 847700 موبايلي 640-660 موبايلي مرة ثانية 640-660 زين 74-6262. أذكركم أيضا أن فقرة منامات أصبحت موجودة يوميا في الساعة الثالثة، طبعا اللي هي يعني بعد ساعة من الآن، الساعة الثالثة عصرا بعد ساعة من الآن راح يكون موجودة فقرة منامات يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي وأيضا معي أنا. طيب نبدأ في قراية رسائلكم. طيب بنت حايل، وصفة الشعر ايش فيها؟ يعني في 1000 وصفة للشعر، في تطويل، في تنعيم، في فرد، في اشياء كثيرة، شعر متقصف، شعر اشياء كثيرة، بس انت كاتبة وصفة الشعر يعني. طيب السلام عليكم، معكم مشاري. هلا والله بمشاري اخوي، حبيت استفسر عن خلطه التخسيس حقت الزنجبيل مع الشاي الاخضر في البراد، ابغى الطريقه وبعد لا هنت بتخلص من قشره الراس بطريقه شامبو الاطفال والليمون وشكرا لك. طيب يا مشاري، شوف بالنسبه لخلطه التخسيس هذه، تجيب شاي الاخضر الصيني اللي يجي بالكيلو، طبعا تاخذه مسكه بيدك كانك يعني تمسك بيدك كذا مسكه وتحط الشاي الأخضر في البراد حق الشاهي، بعد كذا تأخذ الزنجبيل حبة واحدة طازجة طبعا من السوبر ماركت وتقشرها وتبشرها وتحطها في البراد، بعد كذا تضيف لنفس البراد ملعقة من قشر الرمان الناشف، ملعقة من قشر الرمان الناشف، وأيضا تضيف له ورق النعناع أساس أنه يحسن الطعم، وبرضه تحط الموية يعني كانك تصلح شاهي، بس المكونات تحطها هذه، تخلي المكونات هذه تغلي مع بعض لمدة 10 دقائق، بعد كذا تطفي عليها وتصير ممكن تعبيها بالزمزمية هذه وتشرب منها بعد كل وجبة كاس، أو ممكن تشرب منها العصر يعني ضروري بعد كل وجبة كاس، يعني بعد الفطور بعد الوجبة مباشرة، يعني بعد الفطور بعد الغداء بعد العشاء، وأيضا لو أنت حاب وأنت العصر جالس عند التلفزيون أو جالس شيء أو عند النت أو شيء ممكن تشربها تتقهوى فيها يعني عادي جدا رهيبة يعني. بالنسبة لطريقة قشرة الرأس وطريقة شامبو الأطفال مع الليمون، طبعا أنا إذا كان شعرك دهني، طبعا إذا كان شعرك جاف ما ينفع شامبو الأطفال للمعلومية، يعني إذا كان شعرك جاف طبعا شامبو الأطفال يجفف الشعر، يمتص الدهون، هذا حلاوته على البشر على الشعر الدهني، فيمص الدهون يعني اللي فيه فروة الرأس، لكن إذا كان شعرك جاف وهو أصلا جاف وبيجففه يعني فمصيبة، لا تستخدم شامبو الأطفال. لكن إذا كان شعرك دهني أنا بقولك الطريقة، بس تجيب الشامبو وتحطه بيدك، وقبل ما تحطه على راسك تكون محضر عصير ليمون وتخلطها مع الشامبو وتحطها على فروة راسك،
تكررها في كل فترة عملية استحمام. مع التكرار راح تتخلص من القشرة، لأنه الليمون جدا رائع في التخلص من قشرة الرأس. طيب نروح لريماس، وصفة لنقط البنية الأسنان. لازم تقولين السبب يا شو اسمك يا ريماس، لازم تقولين السبب، ايش جاب النقط البنية يعني على الأسنان، ايش السبب يعني، لازم تقولين السبب وبعدين انا اقول لك يعني ايش تسوين، فلازم تقولين لي السبب يعني. رهف، خلطة تسمين الوجه، تروحين افضل شيء طبعا تروحين للعطارين، تجيبين خميرة البيرة، هذه خاصة لتسمين الوجه يعني، تخلطين معها، هي تقدر تسوينها بثلاث طرق، بس انه افضل طريقة طبعا تخلطينها مع الحلبة المطحونة، افضل طريقة تخلطينها مع الحلبة المخلوطة وتحطينها على الوجه، تتجنبين الانف وتحطينها ساعتين كذا، بعدين تغسلينها بالموية الدافية، بعد كذا بكرة تحطينها ساعتين وتتجنبين الانف وتغسلينها بالموية الدافية، كل مرة على مرة بيفرق وجهك يعني، في 5 أيام أو 4 أيام راح تحسين فرق كبير جدا، تحسن كبير. متى توقفين؟ إذا وصلتي لخلاص تقولين والله الحين وجهي خلاص مضبوط، فخلاص وقفي يعني. طيب روح اللي بعده، أبو يزن، يا هلا والله، يقول الوصفة للبهاق غير عصير البصل مع الخل. طيب شوف، في شيء اسمه خله بلدي، في شيء تأخذ من العطارين اسمه خله بلدي، هذا طبعا تأخذ 1 جرام يوميا من الخل البلدي، تأخذه مع الموية طبعا 1 جرام يوميا، لو وصلت الوسط الأسبوع تأخذ 2 جرام من الكركم وتأخذهم مع الموية يعني أول أسبوع يوميا. طبعا بس نطلع الفاصل ونرجع بعد الوسط، خليكم معنا. وجهتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا مرحبا، راح فيكم في الجزء الثاني من الساعة الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. STC 847700، موبايل 640-660، 074-6262. طيب أرجع أكمل بس أبو يزن، قلنا أنه في يوميا تأخذ خلة بلدي، يوميا تأخذها مع الموية، في وسط الأسبوع تأخذ طبعا 1 جرام، في وسط الأسبوع تأخذ 2 جرام من الكركم، هذا في وسط الأسبوع، هذا لعلاج البهاق إذا أنت تبي واحدة ثانية. طيب هنا أريج، السلام عليكم، بوصفة وجهي دهني وفي حبوب وبقع بنية. شوفي، أي بقع في الجسم عشان توخرينها جيبين الجلسرين، الجلسرين العادي، كريم الجلسرين الأصلي، الجلسرين مش الجلسوليد، لا الجلسرين، تجيبينه وتحطينه على البقعة نفسها وتوزعين شوي من الجلسرين على البقع، سواء في الجسم سواء في الوجه في أي مكان، بعد كذا تخلينها تقريبا نص ساعة زي كذا، بعد كذا تغسينها بالموية الدافية ما بين الحارة والباردة، هذا يخلصك ويوخر البقع، هذا يوخر البقع سواء في الوجه سواء في الجسم سواء في أي مكان، أي بقعة موجودة في الجسم أو في الوجه بس تدهنينها تدلكينها بالجلسرين، توزين عليها الجلسرين بالتدليك وتخلينها نص ساعة، بعد كذا تغسينها بالموية الفاترة الحارة والباردة. أم زويد من جدة،
اللي إذا كانت بقع نفس الطريقة اللي قلناها قبل شوي. رهف تكلمنا على خلطة تسمين الوجه يا رهف، قلنا تجيبين خميرة البيرة من عند العطارين وتخلطينها مع الحلبة المطحونة وتتفادين الأنف طبعا، خلينا على الوجه ساعتين بعدين تغسلينها بالموية الدافئة يوميا. طيب نروح اللي بعدها، علاج الأملاح واحتباس الماء في الجسم. فيصل عبد الرحمن. طبعا عبد الرحمن شوف، احتباس السوائل في الجسم، لا تاكل ملح، يعني لا تاكل أشياء فيها ملح ولا تاكل طماطم. طماطم والأملاح هذه من الأشياء اللي تحبس السوائل في الجسم. هنتكلم على الأكل في البداية بعدين بقول لك كيف. أول شيء تبعد تماما الأكلات اللي فيها أملاح، لأن الأملاح والطماطم اللي يأكلون سلطة ويأكلون معها طماطم، الطماطم والأملاح تحبس السوائل الموجودة في الجسم، فتخلي الجسم صعبة انه يتخلص من السوائل اللي فيها. بالنسبة اذا كان عندك املاح في الجسم، طبعا تجيب الكرفس، الكرفس تجيبه من السوبر ماركت، والبقدونس تاخذ الكرفس والبقدونس تغليهم اسم غلوة، غلوة واحدة فقط يعني، وتتركها بعد ما تغليهم غلوة واحدة تطفي عليه من الليل وتتركها لين الصباح. طبعا تحطها تعبيه في زجاجة، زجاجة هذه لها غطاء وتقفلها وتحطها في الثلاجة. بعد كذا في الصباح تبدأ تشرب منه نص لتر كل يوم 3 مرات قبل الأكل بساعة، يعني مثلا تشرب يوميا نص لتر، النص لتر هذه توزعها على 3 مرات يوميا قبل الأكل بساعة، يعني قبل الفطور بساعة وقبل الغداء بساعة وقبل العشاء بساعة، لمدة 10 أيام، لمدة 10 أيام. هذا بالنسبة يخلصك من الأملاح اللي موجودة عندك في الجسم. طيب مرة ثانية رهف، قلت لك أنا نروح أقول السلام عليكم، هذه واحدة ثانية اسمها رهف من جدة. كنت أبغى أسألك كريم السعد استخدمه الوجهي عادي اذا شلت الشعر حق الوجه، قصدك اذا تكلمين عن شعر الوجه وشلت الشعر حق الوجه على طول مباشره بعد ما تشيلين الشعر حق الوجه تدهنينه بكريم نبته السعد. طبعا تحطين كميه كبيره بحيث ان انت اول ما تشيلين الشعر بتكون المسامات مفتوحه، فاذا حطيتها بكميه كبيره راح تشرب المسامات الكريم. تحطينه مباشره بعد ما تشيلين الشعر، بكره نفس الحكايه، بعد بكره 5 ايام بعد ما تشيلين الشعر وتوقفين الشهر الجاي لشلتي شعر الوجه تكررين نفس العملية 5 أيام مرة عن مرة، راح يفرق الشعر، راح تضعف البويصلات وراح يقل ظهور الشعر، بس يحتاج لها وقت. ها يحتاج لها وقت، الليزر هو الليزر ما يجيب نتيجة يعني. والله يا عماد من جد تقول أنا عمري 30 وما أكل شيء من البحر، أبغى إيش؟ معوضات. طبعا يعني طيب كل الأشياء اللي فيها يعني أوكي، السمك وش فيه؟ ترى السمك فيه بروتين، يعني السمك البروتين موجود في السمك، موجود في اللحم، موجود في الدجاج، في الجمبري فيه فسفور، ممكن تأخذ فسفور من أشياء ثانية يعني. ما أدري شو أقولك أكثر يعني، لكن السمك الزبدة اللي في السمك ترى بروتينات، وفي أشياء البروتينات موجودة في الدجاج، موجودة في اللحم. في ناس كثير ترى مو بس مش بس أنت، ترى في ناس كثير ما يأكلون يعني الأكلات البحرية يعني. شوف أفضل شيء ترى الخضار والفواكه، أفضل يعني جدا الجسم ترى يحتاج يعني خضروات وفواكه، خليك من أكلات البحر يعني إذا تضايق صدرك يعني.
طيب اللي كاتب وصفة تقشير البشرة الدهنية اكتب اسمك بليز، اي احد يكتب وصفة يكتب اسمه لو سمحتم. علي المالكي، خلطة تقوية وتكبير العضلات كمان الأجسام. علي ما في خلطة تقويك تخليك بباي يعني، ما في تاكل سبينتش ذا ما ادري يطلع لك عضلات، ما في يعني. اكذب عليك لو قلت لك هذا فلان بكرتون يفتح السبينتش ويصير عضلات بباي يعني، ما في. كان كل اكل خلطة وصار عضلات، ما يحتاج تطلع روحه في التمرين يعني. ترى امزح معك يعني، بس فعلا ما في يعني. طبعا لازم تتمرن يا علي، لازم تتمرن حديد، وتتمرن يكون عند بشراف مدرب، واذا كنت في تمرين في البدايه لازم تتمرن يعني تدريبات شامله، يعني تسمى تدريبات شامله يعني تتمرن الصدر والباي والتراي والباك الظهر والاشياء هذه تتمرنها جميع. بعد كذا لما تاخذ على الحديد شهر ولا زي كذا تكون مدرب مخصص يدخل الكورت تدريبات يعني يعني تدريبات خاصه يعني. بعد كذا طبعا في مقويات، وانت تتمرن حديد في اكيد لازم تشرب بروتين، في بروتينات كثيره على حسب وزنك. اذا كان وزنك نحيف لازم تشرب بروتينات فيها الفات عالي شوي على اساس انه برضو يعطيك زياده وزن. اذا كان وزنك عالي وتبغى تشد جسمك وتشيل الترهلات اوكي يعني خذ في الايزومية، في الهيدروي، كل هذه بروتينات، في برضو تاخذ الامينو الاثنينات الحبوب هذه، تاخذ 3 في الصباح اول ما تصحى من النوم، تاخذ 3 قبل التمرين، وتاخذ 4 بعد التمرين. في اشياء ثانيه كثيره، في طبعا تعتمد على اكلات البروتينات، العضلات تحتاج بروتين عالي ويكون الدهون قليل، تبعد عن الزيوت والاشياء هذه لانه الدهون راح يغطي على العضله، اذا كان في دهون في الجسم راح تغطي على العضله فما تكبر العضله. فلازم تاكل اكلات كثيره فيها بروتينات مثل الاسماك، السمك المشوي، المشويات، ومش كل المشويات بس الاوصال، لحم مش طاووق دجاج، تبعد عن اي شيء لحم مفروم تبعد عنه لانه فيه دهون، تبعد عن الرز والاشياء هذه يعني. يحتاج نظام غذائي، يحتاج لك مدرب، فلو بقدر اشرح لك بطول الشرح يعني. عموما STC 847700 موبايلي 640-660 زين 74-6262. علي أتمنى أنك ما يعني أمزح والله معك يعني عشان ما تزعل، بس أنه فعلا ما في خلطة ترى تقوي. يا ريم شوفي، بالنسبة لترهلات الصدر والأشياء هذه لازم تلعبين تمارين للصدر، نصيحة مني لازم تلعبين تمارين للصدر. إذا تقدرين برضو تمارسين رياضة السباحة برضو جدا رائعة يعني، لكن لازم تلعبين تمارين للصدر يعني لازم. لو على الاقل تشترين الدنابل الصغيره هذه، الدنابل هذه الصغيره في نص كيلو وزنها وفي اقل حتى يعني اتوقع، تلعبين فيها تمارين خاصه بالصدر يعني، هذا راح يشد لك صدرك بسرعه يعني بامانه، ما يكون عندك ترهلات في الصدر طبعا. فاحسن تمارين، احسن شيء لشد الصدر اللي هو التمارين يعني، وما يحتاج لها ترى تعب كثير يعني. طيب غيداء، طيب عموما غيداء بس نطلع فاصل نسمع مريم فارس ونرجع نكمل، خليكم معنا. وجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات.
هلا والله وغلا ومرحبا، رحب فيكم في الجزء الثالث من الساعة الأولى والقبل الأخير والخاصة بالخلطات الطبية وعلاج جميع الأمراض بالعشرة. طيب ريم، بس أنا ترى قلت لك بس تمارين للصدر، ترى في خلطات بس أنه أنا أبغى لك النتيجة الزينة، يعني النتيجة السريعة أنه تجيب لك حل لشد الصدر، ولا في ممكن تستخدمين ترى مكعبات الثلج يعني. ممكن تستخدمين خل التفاح وتسوين مساج يعني على الصدر، كل هذا ممكن يشد لك ترهلات الصدر، بس انه يبغى له تيجي طويله، يعني يبغى له فتره طويله. بس ما لو تسوين الاشياء هذه ممكن الثلج، بس الثلج كيف تسوينه؟ الثلج تسوينه بمره 5 دقائق مثلا باتجاه عقارب الساعه، وخمس دقائق عكس اتجاه عقارب الساعه، مده 20 دقيقه، 5 دقائق في الليل، كررينها يوميا. محمد شريم وصفته طريقة الشيب. محمد، بالنسبة للشيب تجيب نص كاس من أوراق الريحان الجافة، تحطها في براد، تضيف لهم ملعقة من أكليل الجبل وكاسين من الموية، تخليهم يغلون مع بعض لمدة 10 دقائق. بعد كذا تكون محضر أنت البخاخ هذا الاسبري حق الموية، وتصب الخلطة هذه بعد ما تبرد في البخاخ وتحطها في الثلاجة عادي. متى تستخدمها؟ استخدمها عند كل وقت استحمام، إذا جيت تتروش تغسل شعرك بالشامبو وجسمك عادي كأنك تتروش عادي يعني. بعد كذا جفف شعرك بالفوطة فقط، بعد ما جفف شعرك بالفوطة تجيب البخاخ وترش على الأماكن اللي فيها الشيب وتخليها تنشف بالحالها بدون ما تجففها ولا شيء. بعد كذا خلاص عادي، ما يحتاج تغسل شعرك مرة ثانية لأنه ما له ريحة ولا شيء يعني. مع الاستمرار راح يروح الشيب اللي في الرأس. طيب أحلام تقول أبي خلطة تبيض الركب. طيب يا أحلام، شوفي بالنسبة لتبيض الركب تجيبين الشوفان، الشوفان مع الليمون تخلطينها مع بعض وتدلكين فيها الركب يوميا. الشوفان مع الليمون، خليط ما بين الشوفان والليمون وتدلكين الركب يوميا. النوري من مكة، يعني رسالتك بأمانة مش كاملة يعني، بس كانت بس تدويد بشرتي مرة حساس تطلع فيها بعدين، بس يعني حرف حاء بعدها والله مو كاملة، فلا تفكرين انه طنشت يعني. أبو محمد، يا هلا والله أبو محمد. أبو محمد شوف، بما انك تعاني من خفة من في الشعر وقد وخاصة الصلع، هذا معناه صلع وراثي، صلع وراثي مهما كان العمر يستمر يعني. في ناس يبدو من سن 18 20 25، في ناس 30، في صلع وراثي يستمر معاك الى 60 سنة، فانت لازم تلحق نفسك. طبعا اكيد تلاقي عندك الوالد، تلاقي عند عمانك او تلاقي خوالك او احد اخوانك برضو بادي الصلع بدا فيه يعني، فتروح العيادات الجلدية الخاصة، ما عندك الا حلين ذولي فقط يعني. تحيادات الجلدية خاصة تاخذ كورس، لازم في البداية تاخذ كورس، الكورس هذا عبارة عن إبر الميزوثيرابي. إبر الميزوثيرابي هذه تاخذها، هذه تعيد لك منابت الشعر مرة ثانية وتفتح البويصلات وتطلع الشعر مرة ثانية. وأيضا تاخذ بخاخ من الصيدلية، البخاخ الزبدة اللي فيه، أنا ما يهمني أي شركة، بس البخاخ الزبدة اللي فيه مادة المينكسوديل. مادة المينكسوديل هذه 5% للرجال و 2% للنساء، يعني شوف 5% أقوى بس هذه للرجال يعني 5%، المرأة ما تقدر تستخدم 5%، المرأة فقط تستخدم 2% من مادة المينكسوديل، الرجل يستخدم 5% لأنها أقوى، لأنك أنت لو استخدمت 2% ما راح يجي معك نتيجة. فتأخذ 10 بخاخات في النهار و10 بخاخات في الليل وتستمر عليه طول عمرك. طبعا البخاخ هذا تبدأ نتيجته بعد 4 شهور، يبدأ يوقف التساقط ويبدأ يعيد منابت الشعر ويكثف الشعر، هذا بعد 4 شهور. لكن الكورس جدا رائع يعني، سريع يعني، إن شاء الله خلال شهر أو شهر ونص يبدأ يجيب معك نتيجة يعني. بس هذا حل، الحل الوحيد اللي برضو يأخر فقط الصلع الوراثي، ما يحل جذريا لا،
الصلاة فيك فيك بس اللهم بدل ما تصلي الحين يأخرك 5 سنوات يأخرك 6 سنوات زي كذا. البياض اللي في الذقن يا أبو محمد ممكن تأخذ الكريم من السوبر ماركت الكبيرة, طبعا اسمه ديسكريت, الكريم اسمه ديسكريت, هذا يشيل لك البياض اللي موجود في شعر الذقن. طيب يا فيصل بالنسبة لخلطة الطول تأخذ 3 ملاعق يوميا, تأخذ 3 ملاعق يوميا هذه مع بعض يعني 3 ملاعق يوميا مع بعض يعني. STC 8477700 موبايل 640-660 زين 74-6262. السلام عليكم, علاج التهاب الذقن اللي تظهر بعد الحلاقة, بليز اكتب اسمك يعني لازم تخلص من الامساك يا مجدي. تاخذ السنمكي, ملعقة من السنمكي وتحط على كاس موية حارة وتخليها تبرد 10 دقائق وتشربها يوميا بس المدة 3 ايام فقط, المدة 3 ايام لانها قوي جدا 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 يعني. قلنا يا بندر الثلج وكعبات الثلج تدهنينها على الصدر باتجاه عقرب الساعة 5 دقائق وبعكس اتجاه عقرب الساعة 5 دقائق وتكررين مدة 20 دقيقة يومية, هذا إن شاء الله يجيب معك نتيجة يعني. طيب أمس كنت وصفة فاتحة شهية للأطفال أرجوك تعيدها, اكتبوا الاسم يعني لو سمحت. إيه أبو تركي من جدة. قلنا أنك تجيب ملعقة من القيسوم أو ريحان الأرض وتحطها في كاس موية مغلية وتخليها 10 دقائق. بالنسبة للأطفال تعتبر فاتحة شهية للأطفال, تأخذ من المغلي هذا بعد ما تخليه 10 دقائق 4 نقاط وتعطيها الأطفال, 4 نقاط تعطيها الطفل, هذا يعتبر فاتحة شهية للأطفال, القيسوم أو ريحان الأرض. أحمد بالنسبة ل أشرح لك الليمون والملح, طبعا تجيب الليمون وتقسمها نصين وتحط ملح وتدعك المكان اللي فيه سواد أو كلف يعني. بعد كذا تدهنه بزيت اللوز الحلو, بعد ما تخلص من الليمون والملح تغسل بالموية الدافية بعد كذا تدهنها بزيت اللوز الحلو يوميا. طيب السلام عليكم, لو سمحت شعري من نوع الخشن وجاف وكثير القشرة هل يوجد له تنعيم؟ أكيد يوجد له تنعيم يا أبو صالح من الدمام. طيب في البداية تجيب قشر موز ومايونيز وزيت خروع وزيت الزيتون, كمل بس بعد ما يطلع فاصل ونرجع لطول. وجهتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات.
يا هلا والله وغلا ومرحبا، رجعنا لكم مكملين الجزء الاخير من الساعه الاولى والخاصه بالخلطات الطبيه وعلاج جميع الامراض بالاعشاب. معي انا اخوكم وليد الاخضر، STC 84 7700، موبايلي 640 660، زين 74 6262. نرجع لابو صالح من الدمام، قلنا لك تجيب قشر موز وتجيب مايونيز وتجيب زيت الخروع وتجيب زيت الزيتون. طبعا بس القشر قشر الموز يكون طبعا مجفف، تكون مجففة أنت، وأيضا يكون كثير قشر الموز. بعد ما تجفف قشر الموز تطحنه، تطحن قشر الموز ويصير بيصير لك على شكل حنة. طبعا بعد كذا المطحون حق الموز تضيف له المايونيز وزيت الخروع وزيت الزيتون، المايونيز وزيت الخروع وزيت الزيتون، وتعجنهم مع بعض كأنك تسوي الحنة. بعد كذا تتركه المدة، بعد ما تخلطهم مع بعض تعجنهم مع بعض تتركهم يتخمروا مع بعض لمدة 30 دقيقة، نص ساعة. بعد كذا بعد النص ساعة تحطه فوق الشعر وفوق أيضا فروة الرأس وتغطيه بكيس أو بطاقية بلاستيكية هذه، وتخليه مثلا ساعتين أو ساعة ونص. بعد كذا تغسل الشعر وتخلي شعرك يجف الوحدة، راح تشوف الفرق. وأيضا اللي شعرهم باهت أو شعرهم متقصف أو جاف، حتى أنت يا أبو صالح شعرك جاف، هذه جدا رائعة لعلاج الشعر الخشن والجاف والمتقصف. أبو محمد ساوب المتو، هذا موجود في محلات الجي إن سي حقات الأعشاب، محلات الجي إن سي حقات الأعشاب، تأخذ منه حبة واحدة يوميا، هذا يعالجك التضخم اللي موجود في البروستات ويعالج لك كل شيء، يضبط لك الأمور يعني. محمد بالنسبة لبطنك لازم أول شيء تخفف أكلات الدهون، تبعد عن أكلات الدهون تماما، لأنه قلنا مشكلة الرجل أول ما يسمن تبدأ سمنته في البطن، تتجمع الدهون تبدأ في البطن، عكس المرأة ممكن تتوزع على اليدين على الأرداف على الأفخاذ على أي مكان، لكن الرجل طبعا لازم برضو ما يكون عشاك دسم، يعني يكون عشاك خفيف جدا، تتعشى بدري، ما تتغدى وتنام، يعني ما تاكل وتنام أو تتعشى وتنام، لازم ساعتين بين النوم وبين الأكل أقل شيء يعني، مع المشي وأيضا تمارس تمارين البطن، كل هذا راح يروح لك البطن على طول. أبو أحمد بالنسبة لتسمين الوجه قلنا أنك تجيب خميرة البيرة وتخلطها مع مطحون الحلبة وتحطهم على الوجه، طبعا تتفادى الأنف، وتخليهم ساعة ونص أو ساعتين على الوجه، بعدين تغسلها، الأفضل ساعتين طبعا، بعدين تغسلها بالموية الدافية، تكرر العملية هذه يوميا. أيضا ممكن تجيب الخميرة الفورية طبعا وتخلطها مع العسل مع ملعقتين مع موية الورد صباح ومساء. طيب عماد من جدة، لازم تحدد نوع بشرتك، يعني بشرتك دهنية ولا وش نوعها؟ يعني كريم يا حنين عبد الله، كريم اسمه كريم نبتة السعد، موجود في العطارين، هذا للتخلص من الشعر الزايد، كريم نبتة السعد. ولا يهمك يا علي، بروتين قلت لك، البروتينات البروتين اللي هو الهيدروي او الايزومية، طبعا الايزومية زيرو فات، او تاخذ برضو الامين والاثنينات. أعيدها مرة ثانية بالنسبة لخلطة الشيب، تجيبين نص كاس من أوراق الريحان، نص كاس من أوراق الريحان المجففة أو الخضرة عادي، تحطينها في براد شاهي، تضيفين على البراد هذا نص كاسين برضو من الموية وملعقة من أكليل الجبل، تخليهم يخلطون مع بعض لمدة 10 دقائق. بعد كده تكونين محضرة البخاخ هذا حق الموية، و تستنين الخلطة لغاية ما تبرد، بعدين تصبينها بالبخاخ، تحطينه بالثلاجة عاد، تحتفظين فيه بالثلاجة وقت الاستخدام عند الاستحمام، بعد ما تتروشين وكل شيء، جففين شعرك بالفوطة فقط، بعد ما جففين شعرك بالفوطة تبخين
بالبخاخ هذا على الأماكن اللي فيها شيب بشعرك، بعد كده تخلينا تنشف بالحالة وتكررين العملية هذه عند كل استحمام لغاية ما يرجع يبدأ شعرك يرجع لونه الأصلي والطبيعي. سعيد، خلطة ألام الظهر. سعيد شوف يا سعيد، بالنسبة لخلطة ألام الظهر تجيب أي كريم مسكن لألام الظهر وتجيب الشطة الحمراء، هذه الشطة الحمراء تخلطها مع الكريم المسكن وتحطها مباشرة على الجلد على الظهر، يعني مباشرة تكرر العملية هذه يعني جدا رائع، لأنه معروف أن الفلفل الأحمر فيه مادة مسكن للألام جدا رائعة. أو أنك تسوي طريقة ثانية، تجيب الفلفل الأحمر العلوب هذا الفلفل الأحمر وتضربه في الخلاط وتخلط مع العسل وتحطه مباشرة على مكان الألم. هذا أفضل طريقتين للتخلص من ألام الظهر. نفس الحكاية شلاحي نفس الحكاية، يعني بالنسبة لألام الظهر سوي الطريقة هذه. مها، بالنسبة لتخفيف احمرار البشرة عندك مغلي البقدونس جدا رائع للبشرة الحساسة اللي عندها احمرار أو الخطوط الحمراء والأشياء هذه، مغلي البقدونس، مغلي البقدونس، تغلين بقدونس بعدين تخلينه يصير دافي شوي بعد تغسلين وجهك بمغلي البقدونس، هذا جدا رائع للبشرة الحساسة. طيب أميمة محمود من الدمام، طيب الألام اللي تصاحب الدورة الشهرية أميمة، طبعا عشان تتخلصين منها حاولي تستخدمين الأشياء قبل ما تجيك الدورة مثلا، هذا يخلصك من ألام نهائيا. يعني تجيبين 200 جرام من بذور الشبت، طبعا كلها تاخذينها من العطارين، 200 جرام من بذور الشبت، 75 جرام من اليانسون، 75 جرام من الشمر، و50 جرام من الكراوية، و50 جرام من القرفة. أعيد مرة ثانية، 200 جرام من بذور الشبت، 75 جرام من اليانسون، 75 جرام من بذور الشمر، و50 جرام من الكراوية، و50 جرام من القرفة. طبعا تكون كلها مطحونة تخلطينها مع بعض، وهذه الخلطة تسفينها سف تاكلينها أكل ملعقة، يعني تاكلينها أكل ملعقة واحدة، طبعا ملعقة متوسطة ما بين ملعقة ناكل فيها وما بين ملعقة الشاهي الوسط هذه. طبعا تاكلينها قبل كل وجبة 3 مرات باليوم قبل ما تجيك الدورة بأسبوع، قبل ما تجيك الدورة بأسبوع تاكلينها قبل كل وجبة 3 مرات باليوم. أثناء الدورة توقفين تماما، بعد ما تخلص الدورة بأسبوع تاخذين هذه مرة ثانية، هذه تخلصك تماما من ألام الدورة. حنين مرة ثانية، اسمه كريم ديسكريت، أول أنت كريم حق الشعر هذا كريم اسمه كريم نبتة السعد، كريم نبتة السعد. مع عبدالله، بالنسبة للمسامات الواسعة قشور البرتقال، تدعكين بشرتك بقشور البرتقال هذا جدا رائع للمسامات الواسعة، قشور البرتقال. طيب تركي 21 سنة ما ينفع مع طول القامة، يعني هي 14 15 16 إلى 19 حدك يعني الأخير. أبو محمد، بالنسبة للبشرة الدهنية استخدم دائما صابونة الكبريت الطبية، هذه جدا رائعة للبشرة الدهنية، صابونة الكبريت الطبية. إيمان، ما قلنا كريم إحنا شد الصدر، قلنا إحنا الثلج، مكعبات الثلج. تركي، أفضل شيء إذا عندك صداع مستمر، طبعا ممكن تدهن الصداع بزيت الزنجبيل،
زيت اسمه زيت الزنجبيل، او انك تسوي حجامه اذا كان عندك صداع مستمر وتقول واغلب اسفل الراس والرقبه، النصيحه انك تسوي الحجامه جدا رائعه، راح يختفي تماما الصداع من عندك. اذا عندك صداع عادي وزي كذا ممكن تستخدم زيت الزنجبيل كدهان يعني. عموما وصلنا لنهايه الساعه الاولى، اذكركم بس انه الساعه الجايه راح يكون معنا الشيخ الدكتور يوسف الحارثي وفقره منامات. نسمع راشد الماجد وحسين الجسم يقول استريح.